الدراري السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم راب ان ذا كار. في هذه الحلقه هذه معنا بروفيت زاعي. مرحبا بكم معنا اخويا بروفيت. باش نعيطك بروفيت ولا الزعيم ولا بروفيت الزاعي؟ اللي بان لك شي يقولوا له هذه المقدمه كاع ما تحتاج حتى شي. ايوا صافي نعيط لك طه بحال عيط لك طاها مزيانه مزيانه بحال كاع ما دايرين لنا انتر بحال كاع ما دايرين لنا حنا اصلا كاع ما دايرين لنا انتر حنا ستريت اش حنا دابا حنا مقصرين داوين. وشكرا بزاف على تلبيه الدعوه ديالنا. في غون غون بليزير. غبرتي عنا هاد الايامات الاخيره بزاف. لا كلاس لا كلاس. كنتي في الامارات؟ كنت في الامارات. آه. شنو هو السبب تاع الذهاب ديالك للامارات؟ والو واحد البتي فاكونس في جنيف. من الامارات مشيت لجنيف دوزت لي فاكونس تما في لا سويس وجيت. لا سويس ديال المغرب ولا لا سويس ديال الامارات؟ لا سويس ديال الامارات. من الامارات مشيت لا سويس. لا سويس هولندا المانيا. راجت واحد الاخبار مؤخرا كونكو ان الزعيم كان مشدود في الامارات. صح كاين. علاش شنو هو السبب علاش شديتي؟ كنت كنبغيت الاموال زعما شي حاجه كتضحك سلاشينا هاي استهلاك. استهلاك بحال هما عندهم تعاطي وحيازه. يعني انا شدوك كتكمي شي جوان ولا شي حاجه؟ اون الله يوسعوا عليك. لقاوك كتكمي شي جوان؟ لقاوني تكمي شي جوان وتيطشطش صافي. هما كيفاش واش لقاوك في الزنقه؟ وعاودنا شويه ليستوار كيفاش طرا الفيلم في الدار. هما ما عندهمش داكشي ديال الزنقه هاي الا بغيتي تدبر عليها اوتوماتيك. هذاك كتكون جالس في الدار وسط الدار باقي تفرقع الباب تي كيدخلوا والو وشنو صافي تدخلوا عليك تدخلوا عليك هز جماعه اكون هز جماعه كاين بوك شريت ربح كليشو العصا كلينا الضوء. ما كيضربوش هما تيضربوا ولاد القحاب ويلي نخسروا الهضره ولا ما نخسروا خذ راحتك تيضربوا ولاد القحاب تيعطيو كليشي قتلتين لا صعدوك بمطراكات يا تاع الضوء. الله هما عنده واحد مطراك ولاد القحاب الحولي شادوا بهكا ماشي شادوها ولا تيتشدها في قبضه وتيعطي دوك الجوج اللي معايا يماني ومعايا الاخر تكاو على وجههم على كرشهم. هذا انا ما فهمت الطقل وانا بقيت واقف تنشوف تنقول ويلي شد القلاوي هذا. هذوك الكاكولات القوات الخاصه ومكافحه المخدرات دخلوا. المكافحه هما الحواله اللي لابسين داك الشيء الحواله هو اللي دخل وانا كنجاوب تنعطيه. شحال ضربت فيها؟ ضربت فيها ست شهور. واش تمنعتي من الامارات حاليا ولا تقدر تعاود ترجع؟ راجع لها ان شاء الله قريب. وحتى هي ماشي شي دوله زعما اللي تمنع منها من الانجليز. الامارات مع دخل كنقول لك الدخله الاولى الحولي الاول اللي جاي عندي درت معاه بالانجليزي السلام عليكم خويا صافي ويدير لي زززز يقول لي انت في الامارات تكلم عربي يحكي عربي ولا داك القلاوي ديالو تنقول ويلي عاد يعني صعيب تما الحبس تما في الامارات. هادشي راه تنقول لك انا باقي كاع ما داوني باقي كاع ما عارفين واش عندي شي حاجه ولا انا ضارب ولا طراو لك شي احداث تما وسط الحبس تما في الامارات؟ تلاقيتي مع دراري مغاربه تما عرفوك؟ كلشي مغاربه كلشي دراري مغاربه كلشي البوليس مغاربه. من هذا المنبر تحيه لهم وكنشكرهم بزاف بلا ما نسميهم. دراري ود اكادير راه عارف راسو. دراري ولاد الرباط بزاف بزاف بزاف. دري السلاوي راه عارف راسو. طراب الرجال ما خلاو ما داروا على كانوا تيقولوا لك الجديد اللي كاين في العالم الموسيقى. العالم الموسيقى هكا شوف تكونيكتا ستريت ارت راه على حالك اختي وايلي كل شيء كان تيوصلني حتى تما كانوا مساكن لا لي ماروكان بارتو لي ماروكان ما كاينش بلاصه ما خطاوش المغاربه. صح. حاليا مني خرجتي من الحبس هلي رجعك ليها اخوان ان شاء الله بقاش دير عليها صاحبي حتى هي مكحيل حتى درت انا جالس في دارنا تنكمي جوان وتصحاب راسك في المغرب ورا خويا العين مقوده وسميتو يعني تما عندهم العطايه تما اوف العطايه عطاك شي بنات العطايه راه كاع ما عندنا هنا تتشوفوا من هي هنا اللي عندنا عندنا الشهود ولاد القحاب اللي تيعطيها وشافوا شي حاجه ولا هذا قليل تما راه ولاد القحاب خدامين معاهم اللي مرشد اللي هذا اللي شتي يقولوا لها مخبير اللي زبدي وخدمتهم هذه خدمتهم تيدخلوا على اكثريه الدريات انت تخرج تصور ماتريكول تقول لهم راه ما معاطين في البلاصه فلان فلانيه كتخلص على كل واحد اللي كيتشد يعني حنا عندنا عطايه هنايا كيعطيها فابور عطايه هنايا يدير واش عندهم ما يعطي ملي خرجتي لقيت واحد شويه الراب بحال شويه تبدل كاين واحد الزعزعه في الراب لا
كاين واحد الموته في الراب. كاين واحد الموته من ناحيه اش قلبيه. من ناحيه اش من ناحيه بغيت نقول لك بالمقول زعما نقول صراحه كتشوف بنادم اللي كان كيلصق مليون جوج وهذا في ليلته ما بقاش كيجيبها في خمس شهور. كتشوف سميتو واحد اللي كاع ما تعرفوه في الزنقه تسول عليه اي واحد تسول عليه اللي في مدينته تسول عليه ما كتعرفوش شكون يا عنده مليون سبوتيفاي ستريم ولا 30 مليون في يوتيوب. والدراري هذاك الشيء راه فيك 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 فيك. سير عند مول بيسري سير عند مول المحلبه سول ولد خالتك سول ولد جيرانك وقول لي واش تعرف فلان فلاني ما غاديش يعرفوه. دونك شنو هذوك الارقام راه مشريين واخا الزعيم جي شي تقريبا شحال دابا باش شحال باش يجي المغرب دابا شي عامين فيسيلمون شي عامين وشي شي عامين وشي حاجه عامين شي حاجه درتي واحد السوكسي اللي زوين في المغرب يعني كلشي ولا كيعرفك في المغرب تقريبا تعرفك خدار تعرفك مزناز تعرفك الحمد لله كلشي كيعرفك يعني جميع الطبقات. تحيه للخضاره وتحيه للجزاره وتحيه للبزناسه واونر لا. كيفاش درتي لهذا الميلونج هذا ولا كيعرفك كبار وصغار وناس زوينين وناس خايبين كيفاش درتي لهذا العيبات؟ هذيك تجي من الشخصيه ديال بنادم كيفاش داير وفي الموسيقى ديالك واش غادي تقول سطر ولا هذا ولا جمله ولا اغنيه اللي غادي يحس بها واحد ولد الشعب واحد اللي دري صغير عنده 4 سنين 5 سنين اللي باقي غير ملاك ولا عنده 12 عام ولا 13 عام اللي غادي تحس بها دريه اللي غادي يحس بها راجل كبير اللي غادي يحس بها واحد عنده 24 17 34 اللي كان هذيك الموسيقى وهذا وسميتو واحد النقطه مهمه عاوتاني في الموسيقى ملي كيشوفوا الناس هادشي خصو يشوفوا خصو يثيقوا اولا عاد باش هو يريمايند هيم اوف ان ايموشن اور ان اكسبيرينس اور ا فيلينغ باش هو يحسوا بهذاك الشيء احساس ولا يدي في شي حاجه هذيك الاغنيه خاص اولا يثيقوا يبان لي الفيزيوال ويثيقوا انت اش تقول لنا نثيقوك الشريف انت اش عندك ما تقول هذاك الشيء الحمد لله اللي تنقول باينه ديالي فهمتي باينه تنعيشوا وإلا ما كنتش عايشو كاين شايفين الاكسبيريونس شايفين داك الشيء اللي مدوز في حياتي والحمد لله وهذا هذا صعيب باش تدخل للقلب المغربي باش تعرف ماشي سهلة باش تدخل للقلب ديال الانسان المغربي صغير سبيشلي دري صغير ما عارف والو والحمد لله داك الشيء بفضل الله الحمد لله هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي سادة ربي حتى هو الحمد لله ما خيبناش في شويه ديال شوف كنا مصفي وصافي كنا مصفي كدير موسيقى مرجل والموسيقى تكون كاليتي والله ما يخصك شي خير برا بلا في المغرب ولا في اوكرانيا ولا في الطاليان ولا في روسيا ما تخسرش. تعرف شي بواحد الشطحه اللي ديما كديرها في الكليبات ديالها ليه طورينا ميلانو البارح تصورت مع واحد العريس وعروسه تيديروا الشطحه الشطحه فرقعاش في المغرب الشطحه هذه تقول تكون لبسه كتشي دابا الشطحه جبتها معاك من ملي كانت الشطحه جبتها معايا من القرعه من القرعه ما ديت غادي لكوريا الشطحه جات في الكليب عاد مشات عاد بغيت نسولك الزعيم واحد السؤال اللي هو دابا حاليا دابا كنشوفوا الروابا اللي كيضربوا غير مع بيناتهم ما منفتحينش على الروابا ديال المغرب مثلا واش كاينه شي نقابه في الراب المغربي ولا كاينين مولتيبل وونز ماشي غير وحده حيت هما ولاد القحاب ما فهمتش كيفاش متساوسيه من الاخر يعني علاش ما يكونوش بحال دابا لا نوفيل جينيراسيون ضرب شويه مع لونسيان جينيراسيون هادي ضرب هذا باش الراب يطلع حيت كما قلتي ولينا كنشوف الراب هذا كيهبط شويه انا نعطيك علاش معلم هذا سؤال زوين نجاوبك عليه شكون هما اكثر وحدين كيفرقعوا دابا لي في العالم في الاغاني باد بوني جي بوفن motherfucking هادو تيغنيو تسعود اغنيه وحده كتلقاها ملصقه بليون و600 مليون في الشهر علاش تسعود بهم متحدين وتسعود الجماهير وتسعود هادو ديالنا وان ذير زيرو سيلف كونفيدنس ما عندهمش ثقه في النفس انف باش يغنيو حتى مع واحد واخا بنت ها ثقه في النفس ما عندهمش علاش كيقول هذيك البنت غتغطي عليا هذيك البنت غتاخذ هي جمهور هذيك البنت غتبين لي ضعيف هذيك حيت انت ضعيف يا ولد القحبه اوكي جوج موسيقته تيلعب غير على سيرتن ماشي تيلوح الموسيقى خلات تدوي على نفسها كما كاينين شي وحدين اللي كيديروا هادو كيلعبوا على سيرتن مومنتس غادي نخرج ندير راسي في مظاهره ندير راسي غتشديت لوح تراك ويلا صديقي واش انت بلوغر ولا رابور دابا انت كدق على حليوه لا ودي لا ما تعرف لا حليوه واحد حليوه هو الوحيد اللي خرج في مظاهره ولا جاتني باقي زوينه خارجين مظاهرات حنا مالنا المهم انا نعطيك اكزومبل فهمتيني
ها واحد جوج نرجعوا للنقطه ديال خوتنا اللي قلت لك خوتنا ديال سبوتيفاي هذوك خوتنا ديال الراب ميلوديك قالوا ندير نلعبوها ميسا بيناتنا وحنا اللي غادي نخليو اللي يدخل وحنا اللي غنخليو اللي يطلع حنا غنتحكموا في الاعلام تحكموا في هادشي كامل البنادم عندنا في المغرب مازال ما فاهمش هاد النقطه ديال الراب مزيان الراب راه فيه بزاف ديال الاقسام فيه راب ميلوديك اللي طلع مؤخرا اللي ماشي طلع مؤخرا اللي بان بزاف مؤخرا مع لو بيبي وغانا وينطق وهذا وهذا اوكي هذاك غير تشيب واحد ديال الراب كاينين عاوتاني واحد جون اخر اللي تكونيكتاو معاه هما الكلاشات كلاشات راه راب باتل از بين ذير سينس داي 1 نون مرتي ضرب جوج ضربه من بعد فهمتي كلاش يعني كلاش تكون هذا الباك اوكي كاين واحد القسم اخر ديال الراب اللي كيدوي على الراب كراب ما خصوش تكون فيه انا نعطيكم واحد النقطه ما كي علاش ما كتهمش فيه الصوره يعني واش زوين ولا خايب شكون فيه الليريكس علاش حيت صوت الزنقه ما ماشي ضروري يكون صوتك زوين حنا ماشي مغنيين ولا تكون انت زوين واخا خوك بكل تواضع اون الله فسروا اون الله ولكن هاد جوج ما تيهموش في الراب اغاني تيدواو على راسهم صوت الزنقه صافي واخا حاليا ولاو بزاف على سيناتور بزاف على لابيل اللي سيناو مع الدراري واش الزعيم مسيني مع شي لابيل مع شي ديستريبيسيون حاليا مسيني بروجي با بروجي مع يونيفرسال بروجي با بروجي مع يونيفرسال يونيفرسال تشرا بعتا يونيفرسال الحمد لله ودخلات العاق خلات واحد طرف الخوت ابالي درت شي هوليود سمايل الله يديك سنينات عاود ماشي تبرك درتي مودو في امارات صح امارات هذه فلوس يونيفرسال لا خويا فلوسي انا هما الناس دري الدراويش الله يعمر لهم الدار تيعيطوا لي تيقولوا لي ها فلوسك ديال الشهر اون لا شحال باي ديالنا في هذا الشيء سير الله يديك الزعيم شكون هما الدراري اللي كتخدم معاهم دابا حاليا من ناحيه لابخود من ناحيه لونجيسترمون دو سون معاهم كتخدم خويا حاليا تنخدم مع ويست اللي تو بي اونست وذ يو كيجيني من احسن الدراري اللي عمرني خدمت معاهم ماشي غير في المغرب في حياتي هاد الدري هذا اخر مره خدمنا اونصومبل صوبنا تيرشرش كانوا عنده هو شي لعيبات انا كانوا عندي شي لعيبات الامارات داز 9 شهور هذا وما عاودناش خدمنا بار العام دابا عاد غادي نعاودو عاوتاني نعطيوهم هادشي كامل ديال العام الجاي ملي كنجمعو انا وداك الدري ما نكذبش عليك كيخرج مع من كتخدم عاوتاني من غير واست ومن غير واست كنخدم مع ويردو كنخدم مع ماستا دي ان كنخدم مع الباندي امين واحسن باندي امين من دبي اللي هو اللي صاوب لي الويكاند واللي هو اللي عزيز عليا بزاف وسميتو ايمن ديفانشي عاود دربكم تقريبا وصافي نسيت شي واحد صافي لا المهم اللي نسيتيه تحيه ليه مستحيل تحيه ليه شنو هو الجديد ديالك حاليا اللي كتوجد فيك توجدتي البوم شي او بي حاليا اخويا انا مع راسي درت واحد الميزاجور خديت شويه ديال الوقت باش يلا نرو دي ماري وسميتو وهذا وتنخدم مع واسل البوم ديالي الميزاجور اللي غادي تشوفوا اليوم معنا غادي نمشيو لاند واست وغادي نسمعكم شي لعبات جداد وغادي تشوفوا الخدمه كيفاش كتكون نمشيو عند واسل نشوفوا الزعيم كيفاش كيخدم مع واسل في الاستوديو ديالو ونكملوا الحلقه واسل هاد الجوج ما مقنعينيش خاصها تكون ايه إذا لزامي تهنايا كتكون سيرة الحلقة ديالنا نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع رابر جديد وديما وي آر ستريت آرت
forever. Street art all the way, motherfucker.